السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، رجعنا مره اخرى من جديد. اولي اليوم عندنا بزاف ديال الاخبار وكذلك تحليل تحركات واهداف اللاعبين، وتحديدا غادي نهضروا على بلال خنوش شادي رياض عبد الرزاق حمد الله، اضافه الى طارق تيسودالي والقائمه تطول بتفاصيل التفاصيل. وكالعاده كل شيء غادي يكون تحت اشعه المختصر المفيد، لذلك بدون اي اطاله ندخلوا مباشره في العمق. والبدايه بعدا بغيت تكون مع الدولي المغربي المدافع شادي رياض، لانه في اخر فيديو فاش بارطاجيت معكم اللائحه المتوقعه بزاف قالوا لي اسلام فين هو شادي رياض، علاش حطيتيش، واش نسيتي، واو الى اخره. قولا واحدا وحسب توقعي الشخصي كنقول بان شاد رياض ما غاديش يكون معنا في الكان. علاش وكيفاش هادشي اللي غادي نطرقوا ليه النهار اللي غادي تعلن على اللائحه بشكل رسمي. ما بغيش من دابا نغوص بزاف في التفاصيل باش ما نحرقوش المراحل فقط. المهم باش ما نطولوش في هذا الموضوع كنقول بان شادي ما غاديش يكون معنا في كاس افريقيا. وعلى ذكر التوقع نخليكم تسمعوا واحد المقطع في ثواني معدودات ورجعوا من بعد. وشخصيا كنتوقع بان ركراكي غادي يعلن عن اللائحه في 28 من هذا الشهر، وهذا كيبقى توقع شخصي بنيته على بعض المعطيات. يعني كما سمعتوا منذ 12 يوم في هذا الفيديو توقعنا بان المدرب ركراكي وليد غادي يعلن عن اللائحه في 28 من هذا الشهر، وفعلا الجامعه اكدت ذلك بشكل رسمي كما عارفين كاملين. وبما اننا هضرنا قبيل على شادي رياض، فبعد ما تالق معنا دي ريال بيتيس، عفوا ماشي تالق، انفجر مع بدايه هذا الموسم والقيمه التسويقيه ديالو اللهم بارك بدات كطلع، برشلونه بهذا المعنى تحلوا ليه العينين وبغات ترجعوا مره اخرى عن طريق تفعيل خيار اعاده شراء الدولي المغربي، بل وعلى حسب عده مصادر كيقولوا بان برشلونه صافي خدا القرار ديالو باش يرجع علما ان الاخير انتقل لريال بيتيز على سبيل الاعاره مع خيار شراء ب 3 مليون يورو، ولكن برشلونه كانت حاطه بند ديال احقيه الشراء ب 7 مليون، وايضا حاطه بند اخر كيسمح لها تاخذ نسبه ديال 50% من المبلغ اللي غادي تباع به شادي لاي نادي اخر. وفاش شافت اداره النادي الكتالوني المغربي تالق هذا العام والقيمه التسويقيه ديالو في تصاعد، اوتوماتيكيا بغات تفعل ذاك البند ديال احقيه الشراء، والمعنى هنا راه واضح وهو النادي الكتالوني عرف بان المغربي شادي رياض الاسهم او القيمه التسويقيه ديالو في تصاعد اللهم بارك وزيد في ذلك، اضافه الى المستوى ديالو ما شاء الله اللي غادي وكيتطور مع المدرب بيليغريني، لذلك بغاو يزربوا عليه دغيا ويرجعوا لنادي برشلونه. ولكن مشكله احنا غادي نقولوا رجع كاع لنادي كاتالوني، واش المدرب صافي غادي يلعبوا بعدا كاساسي ام غادي يحطوا في الاحتياط؟ فلكان كاساسي طبعا مرحبا والف مرحبا، اما لكان احتياطي فاللهم ريال بيتيس. ولكن على المستوى الشخصي ما كنظنش انا برشلونه لا رجعوا شادي رياض غادي يحطوه في الثلاجه، لانه ببساطه القيمه التسويقيه ديالو غادي تنزل وهذا ماشي في مصلحه النادي. اذا قولا واحدا وفي حاله ما فعلا اداره النادي كاتالوني قرروا باش يرجعوا المغربي للبارسا، فغادي يكون لسببين لا ثالث لهما، يا اما شافوا فيه غادي يكون اضافه ومستقبل لنادي برشلونه، او البلان ببساطه بيزنس بمعنى يعاودوا فيه البيع في الميركاتو الصيفي. ايضا مور هذا الخبر خرج خبر اخر كيقول بان اداره نادي ريال بيتيس ما في خبرها والو من هذا البلان كامل، واي حديث عن مستقبل المغربي سيؤجل حتى نهايه هذا الموسم، وانا شخصيا متفق مع الجزئيه بنسبه 100%. على العموم احنا غادي نشوفوا شنو غادي يوقع في المستقبل. وبالمناسبه كذلك موقع فوتش ميركاتو كما كيبان لكم بالواضح حطوا افضل 50 موهبة شابة لأقل من 21 سنة، والقائمة اللهم بارك كانوا فيها ثلاث مغاربة اللي هما طبعا شادي رياض وكذلك أمير ريتشاردسون إضافة إلى بلال خنوش. لهذا الآخر وكما بارطاجيت معكم البارح على صفحة الفيس بأنه كاين أخبار كتقول بأن مارسيليا باغيني تاخذوا لك مع بلال بتوصية من الكابيتان السابق المهدي بن عطية، ولكن فاش قلبت وبحثت مزيان في هذا الخبر جميع المواقع اللي هضروا على هذا الخبر كاملين بدون استثناء بارطاجوا من واحد الموقع مغربي، يعني ماشي من المصادر ديالهم غير باش نحطكم في الصورة فقط. كذلك في خبر آخر كيقول لك بأن الخنوش مهتمين بعده انديه اوروبيه منهم طبعا اولمبيك مارسيليا اللي كنا هضرنا عليها دابا فقط، اضافه الى غالاتا سراي تركي، اتلتيكو مدريد، روما، بنفيكا، لايبزيغ الالماني. وحد الان راه كاين غير اهتمام فقط كما قلنا، ومن بين هاد النوادي اللي ذكرنا كناكد لكم بان الخنوس لا اختار غادي يختار لك اتلتيكو مدريد، وهادشي بنيته على تصريح سابق ليه بحيث قال انه كيحلم يلعب في الدوري الاسباني بل وبدا كيتعلم اللغه الاسبانيه، وبين قوسين هاد التصريح كان خرج به تقريبا بشي 4 اشهر. ايضا بلال البارح راه كيلعب ماتش مع نادي جانك ضد فريق انتويرب وكان عطى اسيست للهدف الثالث في الدقيقة 77، فكما كيبان لكم بالواضح هذا هو بلال، وشوفوا معايا سرعة أخذ القرار والرؤية الجيدة ديالو للملعب، وكذلك كيفاش درس ليك تحرك المهاجم النيجيري طولي أراكودار. المهم المغربي هنا غير كيتوصل بالكرة من وانطاش كيلعب لك الكرة بخارج القدم، يعني قبل ما يتوصل بالكرة الخنوس هنا تحديدا درس ليك مزيان انتشار المدافعين، وكذلك تمركز وطريقة تحرك النيجيري أراكودار، وبلمسة واحدة بالإكستيريور كيخرجوا فاس فاس مع الحارس، ثم بالمهارة كيراوغ المدافع سدد بوم كيجيب الهدف، يعني كلشي مول الباس ديال بلال الخنوس واللي كان تحصل على تقييم 7.5، وباقي مستمر مع الدولي البلجيكي وهذه المره مع طارق تيسودالي اللي البارح مارك جوج بيوت اللهم بارك في الماتش اللي كان ضد نادي كورتريك. نبداو مع الهدف الاول اللي كان في الدقيقه 7، هدف ظاهريا كيبان بانه كلاسيكي من ضربه ركنيه، وانا دابا راه مخلي لكم اللقطه كدوز عادي بدون اي تحليل، فكما كيبان لكم هذا هو هدف تيسودالي اللي غادي يقدر يبان لكم بانه عادي جدا، او كما كنقولوا بالعاميه ديالنا خدا الشيطه، ولكن الحقيقه غير ذلك تماما، لانه اثناء ما غادي تلعب ركنيه لاحظوا معايا مزيان تيسودالي الواحد
الوحيد اللي التحرك ديالو كان عكس تحرك باقي اللاعبين، كلشي بهذا المعنى تكب البطل الاول وهو لعب على الظهر ديالهم في المساحه اللي كتبان لكم، بمعنى كان من الاول كيساين او مخطط يلعب على الكره الثانيه. وفعليا داكشي اللي كانوا بسبب التمركز ديالو في هذا المكان ما خلاش الفرصه للحارس باش يشد الكره على مراتين. فلو كان تيسو دالي من الاول مشى مع باقي اللاعبين ودخل معاهم في صراع في البطل الاول، كان الحارس هنا غادي يشد كورته عادي جدا بدون اي مضايقه. يعني كانت رؤيه عند تيسو دالي في هذا الهدف ماشي جا بالصدفه او شيار. ايضا الهدف الثاني تقريبا نقول نفس البلان، عاوتاني عندنا كره ثابته وهذا هو المغربي تيسو دالي طارق. هنا كتلعب ضربه خطا بشكل مباشر كما كيبان لكم، وفي اللحظه اللي ما غاديش يحكم فيها الحارس الكره هي نفس اللحظه اللي طارق غادي يزيد فيها جوج خطوات باش يتمركز في المساحه عكس المدافع اللي بقى بلاصو فقط. و الا لاحظتوا معايا مزيان راه طارق ما دخلش عاوتاني في صراع مع هاد اللاعبين. هنا راه كنهضروا على الاحساس بالملعب والتوقع الصح اللي كيمتاز به مهاجم عن مهاجم اخر. وفعلا الذكاء المغربي كينتصر للمره الثانيه على التوالي، والكره كتبلاصه قدامه بوم جول هدف ثاني. يعني كما قلنا من الوهله الاولى يقدر يبان لنا بان اهداف عاديه جدا، ولكن الا تعمقتي فيها مزيان غادي تعرف بان فيها خدمه بزاف. المهم طارق تيسو دالي كان نجم المباراه وتحصل على تقييم 9.7 كاعلى تقييم في المباراه. ايضا عندنا عبد الرزاق حمد الله لاقل ما يقال عنه رائع ورائع 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 جدا، كل مره كيثبت انه النجم الاول لنادي الاتحاد بحضره الفرنسي كريم بنزيما. لهذا الاخير للامانه البارح كان ضايع في التيران ديال بصح، بالو كان خرج عليهم في بيلانتي اللي كان صيدو ضد الفريق ديالو. المهم قبل ما نهضروا على الهدفين ضربوا لي مزيان على هذه اللقطه ديال حمد الله اللي كيعطي التعليمات لبنزيما كريم، ولا كما كيبان لكم بالواضح كيقول يا صاحبي مره زعينك راه كنهرب بين محوري الدفاع وكتعطل عليا الباس. طبعا هادشي غير من باب الدعاء بالله اعلم شنو قال ليه. بالنسبه لهدف عبد الرزاق في شباك نادي النصر في الاول يا سلام، كان في الدقيقه 14 بعد ما المغربي كعادتي كيعرف فين وقتاش والمكان الصح اللي يتمركز فيه، كان هنا بدون اي مراقبه في المساحه ثم بنزيما كريم كيباسي للكره، وبالمهاره والسرعه كيجي الاستلام على الدوار المدافع الاول مشى مع الفانت، ثم كيصيفط لك المدافع الثاني بحالته فتح الراس والزاويه بوم معطلاش بالهدف الاول. صراحه غير هذا الهدف بوحدو كيبين لك بان حمد الله في الفورمه ديالو اللهم بارك. اما البيت الثاني فكان من كره ثابته براسيه كيماركي البيت. بكل امانه الماتش ديال البارح بين على واحد القتالي ومستوى كبير وشخصيه وقوه حضور اللي اوتوماتيكي تخلي الكراكي يزيد يحتار شكون ثالث اسماء اللي غادي يكونوا معنا في الكان. فمبدئيا كاين صاري تيسو دالي الكعبي، ومع التالق حمد الله عبد الرزاق البارح واللي شاف الماتش ديالو غادي يقول حرام ثم حرام علاش ما يكونش معنا في الكان. اذا واش الكراكي زعما غادي يفاجئنا باربع مهاجمين؟ على المستوى الشخصي ما كنظنش انه غادي كونفوكي اربع رؤوس حربه. اذا واش غادي يستبعد الكعبي ايوب ويرون بلاصي بحمد الله؟ الله اعلم. المهم انا راه غير كنفكر معاكم بصوت مرتفع. اما التوقع النهائي ديالي هو اللي كنت بارطاجيته معاكم في اللائحه المتوقعه، عندك نصيري تيسو دالي الكعبي. المهم غدا راه ما باقي لي والو، غادي نتعرفوا على اللائحه النهائيه ان شاء الله. وبلا ما نطول عليكم حتى انا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام، وخير الكلام ما قل ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله ومع السلامه.